طبعا أسئلة كتير بتدور حول التفاوض، هل بدأنا التفاوض؟ وصلنا لفين في مراحل التفاوض؟ من المفترض ان احنا نظهر في الآخر لائحة أو بيان رسمي بما تم التفاوض بشأنه، النقاط الخلافية، كل هذه الأمور هنعرفها دلوقتي من المهندس صابر عثمان المنسق الأسبق لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في مصر. صباح الخير عليك يا باشمهندس. صباح النور على حضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. احنا عايزين نوضح بس النقطة دي لأن ناس كتيرة مش فاهمة التفاوض وصل لفين. طبعا احنا عندنا في الاجتماع اكتر من مسار، في الجزء الخاص بالمسار التفاوضي ده بينقسم الى ثلاث اجزاء. احنا عندنا في اتفاقيه الامم المتحده الاطاريه لتغير المناخ، في بروتوكول كيوتو، في اتفاق باريس. دول ثلاث اتفاقيات دوليه، كل اتفاقيه ليها هدف مختلف عن الاتفاقيه الاخرى، فبناء عليه كل واحده منهم بيكون ليها اجنده تفاوضيه. المفاوضات دي بتتكلم على احنا في بيننا كدول عقد زي اي جهاد، ده اتفاقيه ملزمه قانونا. احنا كل مره بنجتمع عشان نناقش بقى بنود العقد وكيفيه تنفيذها، فالبنود دي بتتكلم على نقط مختلفه. مثلا على سبيل المثال منها تنفيذ الهدف من الاتفاقيه، يعني مثلا اتفاقيه تغير المناخ الهدف منها ان احنا نثبت تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، اللي هو معناه ان احنا محتاجين نعمل خفض للانبعاثات الكربونيه من مشروعات مثلا زي مشروعات طاقه متجدده او غيره. فبنبتدي نتكلم على الاجنده التفاوضيه دي، هل حصل خفض الانبعاثات؟ طب هل الدول اللي عليها التزامات زي الدول المتقدمه اوفت بتعهداتها ولا لا؟ طب ايه اللي بيمنعها ان هي توفي بهذه التعهدات؟ دي نقطه مهمه قوي. ايه اللي بيمنعها؟ الناس كلها بتسال. طبعا اللي يمنع الدول من ان هي تلتزم وتوفي بتعهداتها اللي هي تعهدت بيها للدول الناميه، ومن المعلوم ان الدول الصناعيه الكبرى هي المتسببه في هذا الامر. هو في الحقيقه في سببين رئيسيين ما لهمش ثالث. يعني السبب الاولاني التكلفه الكبيره جدا لخفض الانبعاثات الكربونيه، ده رقم واحد. المشكله الثانيه الكبيره هو الخلاف بين الدول المتقدمه والدول الناميه، مين يدفع فاتيره هذه التكلفه. فاحنا عندنا في تكلفه وعندنا خلاف مين اللي يتحمل والمفروض يدفع هذه التكلفه. الدول المتقدمه بتحاول ان هي تلقي الاعباء دي على الدول الناميه او على القطاع الخاص، مش عايزه ده يكون جزء من موازناتها الوطنيه. الدول الناميه شايفه ان القاء هذا العبء عليها ده ظلم، شايفه ان القاء هذا العبء على القطاع الخاص مش هيخليهم ينفذوا اساسا اي حاجه، لان مفيش اي شيء ملزم ليهم. الاتفاقيه دي ملزمه في حق الدول، لان الدول هي اللي وقعت عليها وهي اللي صدقت عليها وبرلمانات الدول هي اللي صدقت عليها، فبناء عليه مفيش حاجه تلزم القطاع الخاص لكنه هيشارك كمستثمر. ايوه فلو عشان برضه باشمهندس يشارك كمستثمر لازم تتوفر البنيه التحتيه، وفي نفس الوقت عارفين ان في دول كتيره جدا في القاره الافريقيه لا تمتلك البنيه التحتيه، فبالتالي الاستثمار صعب جدا في هذا والاهم انه لازم يكسب طبعا. ففي حاجات ما لهاش مكاسب، علشان كده عندنا مشكله كبيره في الجانب الاخر اللي هو مشكله التكيف. التكيف بيحتاج تدعيم للبنيه الاساسيه بتاعه الدول الناميه، زي مثلا احنا بقى تنزل عندنا امطار ما كانتش بتنزل قبل كده، فمحتاجين نعمل نظام لصرف الامطار، ده يكلف مليارات لان احنا عندنا في مدن قائمه، انت عايز تعمل بقى في كل هذه المدن نظام لصرف الامطار على سبيل المثال، مين اللي هيدفع التكلفه دي؟ فهنا الخلاف، هل في اي مستثمر ممكن يرضى يجي يدفع التكلفه دي؟ هيستفيد ايه؟ فدي كلها النقط الخلافيه اللي احنا بنقعد نتكلم عليها في المفاوضات علشان خاطر نقدر نوصل لحلول، الحلول دي تكون ناجزه وتقدر بالفعل تحقق الهدف من الاتفاقيه. ده فيما يخص مثلا الهدف بتاع اتفاقيه تغير المناخ. عندنا نفس الاتفاقيه دي كانت بتتكلم على موضوع زي التمويل، اشترطت في بند من بنودها ان التمويل ده يكون جديد واضافي، وبعد كده اثناء المفاوضات ضفنا كلمه ثالثه مستدام. يعني ايه جديد واضافي ومستدام؟ وثلاث كلمات بس صعبين جدا. كلمه اموال جديده دي معناها ان هذه الاموال لم يكن في تعهدات سابقه من الدول المتقدمه بتقدمها للدول الناميه، يعني في حاجه اسمها المساعدات الانمائيه، كل الدول المتقدمه بتقدمها للدول الناميه علشان تساعدها على النمو. فاحنا عايزين فلوس جديده ما تلغيش الاموال اللي هم تعهدوا بيها سابقا، وتكون اضافيه عشان ما يحصلش ايه؟ ما يقولكش ما يلغيش المساعدات الانمائيه ويجي يديك الفلوس ما بتاعتها. ما ناخدش الفلوس من بند تحطها في بند تاني، ما هي نفس الفلوس. تبقى جديده اضافيه ومستدامه لغايه لما نحل هذه المشكله. فطبعا الثلاث كلمات دول على قد ما هم سهلين جدا لاي حد، لكن في تنفيذهم صعبين جدا جدا جدا، ومش بس تنفيذهم، اثباتهم. ازاي هنقدر نثبت ان الدول المتقدمه قدمت فلوس جديده واضافيه مستدامه؟ ففي خلافات كتير، الكلام يبان في اغلبه، حتى اللي يقرا نص الاتفاقيه ده موجود على موقع اتفاقيه تغير المناخ، ممكن تلاقي نص اتفاقيه باللغه العربيه كمان، فيقدر اي حد يقراها، هنلاقي ان الكلمات سهله لكن في تنفيذها ليها تبعات على اقتصاديات الدول المتقدمه، ليها تبعات
على المؤسسات الدولية في عملية المتابعة والتنفيذ ليها تبعات على الدول النامية نفسها. إن إحنا محتاجين خبراء فاهمين هذه الأمور عشان يقدروا يقيموا هل الدول المتقدمة أوفت بتعهداتها والزاماتها ولا لا. طيب لو تأخرنا باشمهندس إيه ممكن يحصل؟ إحنا مع الأسف لا نملك رفاهية تأخير، لأن طبقا للتقرير اللي بتصدرها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ اللي هي الزراع العلمي لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، احنا اوريدي يعني درجه الحراره متوسط درجه الحراره الارضيه زادت 1.2 درجه مئويه، وبناء عليه اذا لم نتخذ اجراءات حاسمه هنوصل ل 1.5 و2 درجه مئويه، والسيناريو الاسوا ان احنا بنهايه هذا القرن درجه الحراره هتزيد 3.5 درجه مئويه، وبناء عليه طبعا طبقا برضو للدراسات العلميه ان احنا لو متوسط درجه الحراره الارضيه زاد عن 4 درجات مئويه هيبقى في حاجه اسمها الريفرسابيلتي، يعني كل كلايمت تشينج امباكس كل التاثيرات اللي هتنتج من تغير المناخ لن نستطيع التعامل معها، وهيكون في فناء لعدد كبير جدا من سكان الكره الارضيه. طيب احنا في مصر اتاثرنا قد ايه؟ من المتوقع ان الفتره الجايه تعدي علينا ازاي؟ وايه اكتر القطاعات كمان اللي اتاثرت في مصر؟ هو طبعا احنا عندنا تاثير كبير رقم واحد على قطاع الشواطئ، وبناء عليه طبعا الدوله نفذت عدد كبير جدا من المشروعات، اي حد النهارده بيروح اسكندريه بيروح دمياط بيشوف المشروعات اللي بتعمل لحمايه خط الشاطئ. التأثير الثاني هو تملح التربة، وبرضه حاولنا من خلال خطط الدولة نشتغل عليه من خلال المزارع السمكية على سبيل المثال، من خلال تطوير بعض المحاصيل القادرة على تحمل الملوحة بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، من خلال استنباط أصناف جديدة أو استيراد أصناف جديدة تقدر تحمل الملوحة. ففي شيء إجراءات كتير بتعمل. جزء تاني خاص بالمية، والدولة بدأت تعمل مشروعات تحلية المية عشان برضه تقلل الطلب، نعمل مشروعات تبطين الترع، مشروعات لترشيد استهلاك المياه في الزراعه وغيرها. ففي اجراءات كتير بتتعمل للمواجهه، لكن المشكله في التمويل، ان تنفيذ هذه المشروعات بيتطلب تمويل بيضغط احيانا على موازنه الدوله وبيضغط على بنود اخرى في الموازنه. طيب شايف اهميه مشاركه منظمات المجتمع المدني ايه في هذا المؤتمر؟ طبعا في دور كبير جدا بتلعبه منظمات المجتمع المدني كمراقب لهذه العمليه لضمان ان الشعوب كلها، لان المنظمات دي هي اللي بتشتغل مع المواطنين بشكل مباشر، فلو بقى عندهم وعي وفهم وادراك للي بيحصل في المفاوضات دوت ممكن يخليهم يوصلوا هذه المعلومات للناس وللمجتمعات على الارض، وبالتالي يكون في ضغوط على الدول المتقدمه. طبعا الدور دوت عشان يتم بشكل سليم لازم المنظمات اللي بتشتغل في الدول الناميه تقدر توصل صوتها للمنظمات في الدول المتقدمه. طيب احنا عايزين نتكلم بقى اخيرا عن مؤسسة مناخ بلدنا، مناخ ارضنا حضرتك مسؤول فيها. مناخ ارضنا تمام وسلامة. احنا طبعا في المؤسسة بنعمل عدد من الانشطة، يمكن كنا مركزين الفترة اللي فاتت عشان الكوب، عاملين مع المغامر علي عبده ذا رايت تو كوب 27، ان شاء الله اللونشنج بتاع الفيلم واطلاقها هيكون الساعة 3 النهاردة. عاملين بعض الأنشطة الأخرى زي مع الاتحاد الأوروبي، عاملين مسابقة اسمها كلايمتون في 12 محافظة عشان نساعد الشباب إن هم يضعوا أفكار محلية قبل التنفيذ في المحافظات، والمشروع اللي كسب كان من الأقصر بفكرة لتدوير في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء. لا عندنا في المسابقة اللي احنا عاملينها دي مسابقة تانية غير المبادرة. لتدوير مخلفات قصب السكر في الأقصر. فاحنا بننفذ عدد كبير من الأنشطة في تعاون مع الدول الأفريقية مع شبكة كين كينيان انفيرومنتال نتورك علشان خاطر نقدر نوصل صوت كل الدول الافريقيه والمجموعات المهمشه خلال مؤتمر الاطراف. احنا طبعا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم، شرفتنا ونورتنا المهندس صابر عثمان المنسق الاسبق لاتفاقيه الامم المتحده لتغيير المناخ في مصر. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا ليك.